في ديسمبر من العام 2019 أقر مجلس النواب العراقي قانوناً جديداً لتنظيم الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في 10 أكتوبر من عام 2021. فبدلاً من اعتماد البلاد كدائرة انتخابية واحدة مثل ما حصل في انتخابات عام 2005 أو اعتماد كل محافظة من محافظات العراق 18 كدائرة انتخابية كما حصل في الانتخابات الثلاث الأخيرة، فإن القانون الجديد يقسم العراق إلى 83 دائرة انتخابية على عدد مقاعد الكوتا النسائية في مجلس النواب، والذي يلزم الدستور بحصولهن على 25% من المقاعد النيابية البالغ عددها 329. تتراوح مقاعد الدائرة الواحدة بين 3 إلى 5 مقاعد. الفائز في الانتخابات هو من سيحصل على أعلى نسبة أصوات، وفي حال تساوي أصوات المرشحين يتم اللجوء إلى القرعة لاختيار الفائز.